احسن نخصوها كلمه مش تكون كلمه في المستوى، لازمنا على الاقل يكون فيها رؤيه تستجيب للتطلعات الحقيقيه والاهداف الحقيقيه للدستور. الدستور الجزائري الان الحمد لله وضع مبدا المؤسسات، والان نشوف المؤسسات الجزائريه تشتغل بكل حريه. المؤسسه البرلمانيه الان المؤسسه لانها أسست على أساس الرؤية على الآفاق الجديدة للجزائر الجديدة. الآن نشوفوا تلك الحرية بالنسبة لممثلي الشعب الجزائري، وهم يقترحون ويتبادلون الآراء وحتى ينتقدون بعض القطاعات الجزائرية، وهو شيء طبيعي جدا.